بدايه الحلقه كلامي الحقيقه عن كره اليد. طبعا تابعنا اول امس مباراه كره اليد الاهلي زمالك، لم نوفق، بنقول طبعا نادي الزمالك مبروك، الاهلي هارد لك. ولكن انا كلامي النهارده بوجهه لجهاز ولاعبي كره اليد في النادي الاهلي. انتوا كنتم الافضل خلال المباراه واغلب فترات المباراه، كنا الافضل وكنا متسيدين المباراه بشكل كبير وكنا فارقين وكنتم الافضل، فاذا ده امر جيد جدا. ولا تنسوا ان انتوا ابطال افريقيا او كاس كؤوس افريقيا، احنا حصدناها الاسبوع اللي فات او من 10 ايام، اوعوا تنسوا ده. اوعوا تنسوا ان انتوا ابطال افريقيا. ابطال افريقيا ورجعتوا بكاس غالي في ظروف صعبه، استطعتم ان انتوا تحصدوا هذا الكاس. فاذا لا مكان للاحباط ولا الياس في النادي الاهلي. انا بقول ليه كلامي ده؟ انا عارف ان انتوا زعلانين. وعارف ان انتوا كان نفسكم تفرحوا جمهور النادي الاهلي كجهاز فني ولاعبين. وعارف انه محدش منكم قصر ومحدش منكم روح بيته مبسوط، بالعكس انتوا مخنوقين ومتضايقين، انه كان نفسكم فعلا تفرحوا جمهوركم. ولكن خلينا فاكرين احنا عندنا كمان ايام الدوري جاي، وممكن نشارك في ابطال الدوري، نشوف، لسه ما نعرفش الاتحاد الافريقي هيقول ايه، ولكن ممكن نشارك في بطوله ابطال الدوري، يعني عندنا اهداف تانيه اخرى. وخلينا افكركم بامر، لما دايما انا احب اخد خبره، اخد خبره من اللي حواليا. هكلمكم عن فريق كرة القدم، فريق كرة القدم 2017 وصل نهائي أفريقيا وخسرنا. وصلنا 2018 نهائي أفريقيا وخسرنا برضه. لو كان النادي الأهلي بيحبط كان بعد 2018 كانت ممكن تبقى يعني حاجة تقصم ظهر اللعيبة وتقول لك لا أنا خلاص أنا مش قادر آخد البطولة دي. يأتي توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا بمجهود اللاعبين ودعم مجلس الإدارة. وقبل كل دول دعم جمهور النادي الاهلي. يجي كرم ربنا سبحانه وتعالى، لان الفرقه فضلت متمسكه بالامل ولم تحبط، ولم تحبط نهائي ولم تيأس. ياتي كرم ربنا سبحانه وتعالى في الوقت اللي انت بتقول ان يعني هو ربنا هيكرمني امتى، من كتر ما انت حاسس ان الدنيا مش ماشيه معاك. ناخد بطوله افريقيا سنه مرتين في اقل من 8 شهور بشكل مشرف وحاجه ترفع راسك. تروح تاخد ثالث عالم كأس السوبر الأفريقي، تروح تلعب كأس العالم تاني وإن شاء الله نحقق نتيجة جيدة برضو. يأتي كرم ربنا سبحانه وتعالى من كل مكان. هو ده اللي أنا بقوله. كل ما تلاقي نفسك متضايق اتعب واشتغل، طور من نفسك، شوف نقصك إيه واعمله، نقرب من بعض أكتر، ما نخليش حد. كل ما تلاقي نفسك متضايق قول لا أنا هدوس على نفسي أكتر. صدقني والله العظيم عن تجربة، أنا نفسي مريت بهذه المرحلة بالتجارب دي، هتلاقي كرم ربنا بيجي لك من حيث لا تدري. ومكافئات ربنا لما بتيجي بتبقى الحقيقه مفيش بعدها تكريم ولا في بعدها جبر خواطر اكتر من اللي ربنا بيعمله لك. اوعوا تحبطوا ولا تيأسوا، انتم ابطال وفي نظرنا تفضلوا ابطال. طيب انا عايز اقول لكم ان انتم من افضل الاجيال اللي جت في النادي الاهلي. انتم كفرقه افضل الاجيال اللي جت، والنادي الاهلي بيبني فيكم بقاله سنتين. انتم افضل الاجيال لعبا وخلقا. وانا معلش انا اسف اقول خلقا ولعبا، من افضل الاجيال اللي جت في النادي الاهلي. والكلام ده مش كلامي، كلام كل الخبراء وكلام كل المحللين لادائكم ولشخصيات اللعيبه. بس انتوا ناقصكم حاجه واحده، ناقصكم حرفيه في الملعب. بس معلش اسمعوني، حرفيه يعني ايه؟ يعني شويه دهاء في الملعب. يمكن انا بقولها يعني ايه بحكم الخبره، ممكن تبقى دي خبره ملعب، ممكن حد يسميها خبره ملعب، انا بسميها دهاء، غيري يسميها حاجه. محتاجين الحته دي، عارفين زمان كان الناس بتقول يعني يقول لك اللعيب ده حريف في مكار داهيه في الملعب، محتاجين ده. ده هنكتسبه من الماتشات، وانا متاكد ان عندنا من الشخصيات ومن الفنيات ومن الثقافه، وانتوا كلكم متعلمين تعليم كبير وتعليم عالي، تقدروا توصلوا للمرحله دي، مرحله الدهاء في الملعب، الكياسه، احط دي امتى وما احطش دي امتى، اعمل ايه هنا، اخبط بكتفي، ازق، احجز، اللعب اللي هو كله شرعي وقانوني، ولكن الدهاء يعني دي اللي ناقصاكم شويه. غير كده انا مش شايف ناقصكم حاجه. لما يعني المنافس يكسبنا في الدوري بعد مباراه مفاصله وناخد الكاس وناخد بطوله ابطال الكؤوس، نرجع نخسر السوبر في اخر 4 ثواني؟ لا، انتوا عندكم كتير.